بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. صدق الله العلي العظيم. هناك سنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تبدل ولا تغير، وهو أن الحق الصحيح الثابت يفرض نفسه في نهاية الأمر. إذا شيء هو حق وهو صحيح ثابت في الواقع، مهما طال الزمن ومهما كانت محاولات القضاء على ذلك الحق، فإن سنة الله سبحانه وتعالى هي أن الحق لا ينتهي، وأن الحق سيفرض نفسه ولو بعد زمن طويل. على الرغم أن وسائل المبطلين قوية جدا في الظاهر، ولكنها ضعيفة في الواقع. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا نريد أن نمثل مثالا ماديا لتتضح الفكرة، نمثل بهذا المثال: أي اختراع أو اكتشاف جديد، هذا الاختراع في البداية يواجه بمقاومة الناس له، خاصة في الفترات السابقة. إما يعارضونه أو لا يهتمون به، ولكن ذلك الاختراع أو الاكتشاف لأنه ضمن القوانين الطبيعية ولأنه يسهل حياة الناس، ففي نهاية المطاف يفرض نفسه. كثير من الناس في البداية كانوا يعارضون الطاقة الكهربائية، كثير من الناس كانوا يعارضون وسائل التقنية الحديثة، كثير من الناس كانوا يرفضون دخول أبنائهم وبناتهم إلى المدارس للتعليم. ولكن في نهاية الأمر، لأن هذه الأمور تسهل حياة الإنسان، لذلك فرضت نفسها. الذي كان يحرم هذه الأمور تجده الآن هو بنفسه يقوم بهذه الأمور.
هذا المثال لتقريب المطلب إلى الذهن. سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون سواء في الأمور التكوينية أو في الأمور التشريعية أي شيء صحيح يفرض نفسه. الآن إذا أنت تشوف الكرة الأرضية، أي خلل يحدث في هذه الكرة الأرضية، هذا مثال تكويني، هذا الخلل نفس الكرة الأرضية بمرور الزمان تقضي عليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أي خلل يصير في أي مكان في الأرض أو في الزراعة أو في البر أو في البحر، طبيعة الأرض، طبيعة التربة، طبيعة القوانين الحاكمة على الكرة الأرضية هي إصلاح ذلك الخلل. إحنا نسمع كثير من الأحيان في الأخبار التلوث البيئي، التلوث في البحار، التلوث كذا، لكن هذا التلوث بمرور الزمن هو من نفسه يزول. ليش يزول؟ لأن القانون الفيزيائي التكويني الحاكم على الكرة الأرضية هو الذي يرجع الأرض إلى ما كانت عليه. هذا بالنسبة إلى التكوين، وكذلك بالنسبة إلى التشريع، القانون التشريعي. الفرق بين القانون التكويني والقانون التشريعي، القانون التكويني الله سبحانه وتعالى يجريه مباشرة شئت أم أبيت، القانون التشريعي الله سبحانه وتعالى يأمرك وأنت مختار، إن شئت أطعت وإن شئت عصيت. فالله سبحانه وتعالى قانون التشريعي يعني النظام الذي هذا النظام ارتضاه للناس وخلق الناس منسجمين مع ذلك النظام. هذا النظام التشريعي يفرض نفسه حتى إذا الناس عارضوا. هناك آيتان في القرآن، إحداهما في سورة التوبة والأخرى في سورة الصف، بألفاظ متقاربة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، هذه اللام لام العاقبة، يعني النتيجة أن هذا الدين سيتغلب على جميع الأديان. هل هذا أمر غيبي؟ يعني الله سبحانه وتعالى غيبيا يتدخل لكي يتغلب الدين على سائر الأديان؟ الجواب كلا. صحيح أكو جوانب غيبية، لكن هذا ضمن القانون الطبيعي. دين الإسلام هو دين الحق، قوانين الإسلام هي قوانين حقه، متطابقة مع النظام التكويني، متطابقة مع فطرة الإنسان، متطابقة مع تكوين الإنسان، متطابقة مع تركيبة الحياة. فلهذا هذه القوانين التشريعية ولو بعد حين ستفرض نفسها. صحيح هذا الأمر سيتحقق حين ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه، لكن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر يسير بسيرة أمير المؤمنين وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول وأمير المؤمنين كيف ساروا؟ ساروا بالغيبيات؟ لا، صحيح كانت هناك جوانب غيبية، معاجز، لكن في نشر الدين وفي هداية الناس وفي تطبيق أحكام الشرع وفي تشكيل الدولة الإسلامية، الرسول صلى الله عليه وآله سار بالطريقة الطبيعية، بلغ، حينما أرادوا قتله هاجر، ثم لما عندما أرادوا الهجوم على المسلمين دافع، أطاع المسلمون أوامر الرسول، انتصروا في بدر، خالفوا أمر الرسول، انهزموا في معركة أحد،
في معركة حنين في البداية خالفوا أمر الرسول، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما رجعوا الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين أيضا. الرسول سار بالطرق الطبيعية، ولذلك الانقلاب العسكري اللي صار بعد وفاة ورحيل الرسول صلى الله عليه وآله أيضا كان أمر طبيعي مو خارج عن المعادلات الظاهرية. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كذلك حينما قاموا بالانقلاب العسكري عليه في يوم السقيفة وجابوا 2000 واحد من قبيلة أسلم مسلحين احتلوا المدينة وهجموا على الدار، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالطرق الطبيعية حينما لم يتمكن جلس، وحينما وجد أنصارا قام، وحينما قام وثاروا ضده نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصط آخرون، أمير المؤمنين تعامل معهم بالتعامل الطبيعي. يعني أمير المؤمنين حينما هؤلاء ذهبوا إلى البصرة واحتلوا البصرة وقتلوا 50 واحد من المؤمنين في البصرة واستولوا على بيت المال وأخذوا وقبضوا على والي الإمام عليه الصلاة والسلام في البصرة، لكن عنده كان عشيرة خافوا أن يقتلوه فنتفوا لحيته، فحينما رجع إلى أمير المؤمنين قال ذهبت ملتحيا ورجعت أمرد، لأنه كان ناتفين لحيته نتف زين. أمير المؤمنين خرج من المدينة إلى ذي القار، إلى ذي قار يعني إلى الناصرية، تبعد عن البصرة حوالي 150-200 كيلومتر. بقي هناك 15 يوما، وأرسل الإمام الحسن وعمار بن ياسر إلى الكوفة فجيشوا جيشا، والإمام 15 يوم منتظر في الناصرية، وهذا الجيش التحق بالإمام ومن ثم ذهب إلى البصرة، لأنه إذا بجيش المدينة كان يريد يقاتل أهل البصرة ما كان يمكن، آلاف مؤلفة بمجموعة قليلة، وكذلك في صفين وكذلك في النهروان. المقصود أن الإمام عليه الصلاة والسلام سار بالطرق الطبيعية، لكن خذلان الناس سبب أنه تصير أزمة ومشكلة. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر كذلك يظهر بسيرة أمير المؤمنين وبسيرة الرسول عليهما وعلى آلهما الصلاة والسلام بالطرق الطبيعية. صحيح الإمام عندما عاجز، لكن سيطرته على الأرض ليس بالمعاجز مثل الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول أفضل من الإمام المهدي، والإمام يسير بسيرة الرسول وأمير المؤمنين. لماذا الإمام ينتصر؟ لأنه السنة الطبيعية لله سبحانه وتعالى أن الحق ولو بعد حين يفرض نفسه. أنتم تلاحظون الآن التشيع من زمان الرسول صلى الله عليه وآله من المنافقين محارب وإلى يومنا هذا، وفعلوا في طول التاريخ أبشع الجرائم. يعني إحنا الآن نعيش في عصر ذهبي أصلا. صحيح أن الشيعة في كل المناطق مضطهدين ويقتلون، ولكن إذا قست بالنسبة إلى التاريخ تشوف أنه هذا عصر ذهبي أصلا. صلاح الدين الأيوبي قتل عامة الشيعة في مصر بحيث أنه هاجر من بقي منهم كلهم. السلطان العثماني، سلطان ما أدري سليم أو غيره، قتل في حلب وأطراف حلب حسب التاريخ 400,000 شيعي. وذاك الوقت 400,000 قبل 700 سنة، إذا كانوا الآن موجودين يعني ما كانوا مقتولين، نسلهم كان يصيرون يمكن عشرات الملايين. وهكذا وهلم جرة. ولكن مع ذلك تجد التشيع في يوم على يوم في ازدياد في كثرة. لماذا؟ لأن هاي سنة الله سبحانه وتعالى. هذه السنة ستفرض نفسها، بس هذا مو معنى أنه إحنا ما عندنا تكليف، لا إحنا هم مكلفون. التعجيل في ذلك لأنه الأسباب الظاهرية إذا تهيأت يصير أسرع، إذا ما تهيأت يصير أبطأ. صحيح راح يفرض نفسه ولكن بعد حين. فلذا نحن مكلفون. الآية اللي تلوناها في أول
الحديث تشير إلى هذه الحقيقة، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا أنتم تخذلون الرسول، تخذلون أمير المؤمنين، تخذلون الإمام الحسين، تخذلون الإمام المهدي، هذا لا يضرهم، إلا تنصروه فقد نصره الله. متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا. الرسول وحيد. طبعا هنا المثال مع الممثل به لازم يتطابق. الله سبحانه وتعالى يريد يبين قضية، إلا تنصروه، يعني إذا أنتم الصحابة ما نصرتوا الرسول. المثال لازم يكون متطابق مع هذا الممثل له، كما أنه في ذلك اليوم الرسول كان وحده، ما حد ما نصره، حتى اللي كان وياهم ما نصره، حتى يكون المثال متطابق مع الممثل به. إلا تنصروه الآن فقد نصره الله في ذلك المثال، أحد ما نصر إلا الله سبحانه وتعالى. إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجوا وحده، مو أخرجوا صاحبه، أخرجه الذين كفروا. يعني شنو أخرجه؟ لأنه أرادوا قتله فالرسول خرج. إذا واحد يردون قتله هو يهرب، ففررت منكم لما خفتكم، هذا يصير إخراج. يعني إخراج بإحدى طريقتين، إما أن يمسكوه يطلعوه يبعدوه، وإما أن يفعلوا فعلا يضطر بالهجرة والخروج. فقد نصره الله، نصره الله مو نصر غيره. إذ أخرجه، مو أخرجهما، أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين نفريا كانوا فقط، الرسول صلى الله عليه وآله وأبو بكر. إذ هما في الغار، شوف الغار مكان ضيق لا منفذ فيه، والإنسان إذا في مكان ساحة فسيحة، في مكان يمكن يفر من جهة، لكن إذا هو في غار ثقب في جبل ماذا يتمكن من أن يفعل؟ ما يقدر يسوي شيء. إذ هما في الغار، طبعا بين قوسين بعض العامة أو كل العامة يستدلون بهذه الآية على فضيلة للصاحب، مع أن هذه الآية صريحة في مذمة الصاحب، صريحة أصلا بها صراحة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول إذ هما في الغار، وجود نفريا في مكان واحد، هذا مو دليل على فضيلة الصاحب، وإلا مسجد الرسول صلى الله عليه وآله هو أفضل من الغار، وفي مسجد الرسول كان المؤمنون وكان المنافقون. فإذا وجود شخص مع الرسول دليل على فضيلته، فكل المنافقين لهم فضيلة لأنهم كانوا مع الرسول في المسجد، والمسجد أفضل من الغار. ثانية اثنين، وثانية اثنين هم عدد ما إلى فضيلة، نفر يعني اثنين يمشون، زين هذا فضيلة لذاك؟ لا، يمكن المؤمن مع الكافر، والكافر مع الكافر، والمؤمن مع الكافر، ومؤمنان معا، يمكن. هذه الآية في تتمتها، هذا بين قوسين ده نذكره، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. المعية في القرآن بعض الأحيان تستعمل بمعنى معية النصرة، فهذا فضيلة. بعض الأحيان تستعمل بمعنى معية العلم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يستخفون من الناس ولا يستخفون، هذه من صفات المنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه المعية شنو هي؟ معية علم، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم. وبعض الأحيان المعية بمعنى النجاة من الهلكة، والنجاة من الهلكة هذه أيضا مو فضيلة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله ينجي المشرك أيضا، ينجي المؤمن أيضا من الهلكة.
هنا وهو معنا بمعنى معية علم الله يعلم بحالنا، الله راح ينجينا من هذه الورطة. هذا دليل الفضيلة، الله ينجي المشركين والكفار من ظلمات البحر والبر. ما هو الدليل؟ دليل فأنزل الله سكينته عليه، الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على الرسول فقط، ما لم يقل فأنزل الله سكينته عليهما، مع أن السكينة في القرآن كلما وردت وردت على المؤمنين، وإذا نزلت على الرسول نزلت على المؤمنين مع الرسول. في سورة التوبة اللي هاي الآية موجودة فيها، آيات قبلها، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. في سورة الصف، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. لكن المورد الوحيد اللي السكينة نزلت على الرسول دون الصاحب هي هاي الآية، آية الغالب، ثم أنزل الله سكينته عليه، يعني على الرسول صلى الله عليه وآله دون الصاحب. هذه قرينة على أنه لم يكن مؤمنا أصلا، وهذا قرينة على أنه معنا هناك ليست بمعنى معية النصرة والتأييد، وإنما معية العلم والنجاة من الهلكة. هذا بين قوسين كان طبعا. نرجع إلى موضوعنا، إلا تنصروه فقد نصره الله. الرسول في أشد الحالات من حيث الضعف الظاهري، في غار مطارد ليس له سلاح ومعه شخص، ذاك الشخص لم ينصره أيضا، لأن الله يقول فقد نصره الله ولم يقول فقد نصره الله ونصره صاحبه. في أشد حالات الضعف الظاهري الله سبحانه وتعالى نصر رسوله، ضمن القاعدة العامة أن الحق يفرض نفسه. وإذا في يوم من الأيام شفنا نزلت مصيبة مشكلة أو كذا، هذه المصيبة أو المشكلة لا تسبب زوال الحق. الله يمتحن الناس أيضا، والامتحان يستدعي أنه تكون مشاكل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أو في تلك الآية الأخرى في قضية طالوت، إن الله مبتليكم بنهر. فعلى العموم الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين، إحنا شئنا أم أبينا، عملنا أو لم نعمل. لكن هل هذا يرفع التكليف من عاتقنا؟ كلا، لا يرفع التكليف من عاتقنا. أكو بعض الناس يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتركون هداية الناس. ليش؟ الله سبحانه وتعالى يرسل الإمام المهدي، والإمام المهدي هو الذي يحل المشاكل. الله صحيح سيأمر الإمام المهدي بالظهور وادخره لإقامة العدل في كل الأرض، لكن هذا معناه أنه أنا ما عندي تكليف، يعني أنا باكر الصبح ما أصلي صلاة الصبح. ليش؟ لأن الإمام المهدي يأتي ويملأ الأرض قسطا وعدلا. لا، أفرض لو علمنا أن الإمام في هذه الليلة سيظهر، صلاة المغرب لازم نصلي له؟ لا، لازم نصلي لتكليفنا. إذا علمنا أن الإمام المهدي غدا سيظهر، تبليغ الدين يرتفع عن عاتقنا؟ كلا. نصر الدين يرتفع عن عاتقنا؟ لا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتفع عن عاتقنا؟ كلا. هذه واجبات، وهذه الواجبات ليست مشروطة بشيء، واجبات مطلقة. كل واحد من عندنا لازم يساهم في نشر الدين. الرسول صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد مسؤول. إذا أنا أتمكن بمالي
لازم أساهم. إذا أنا أتمكن بكلمة لازم ألقي هذه الكلمة. إذا أنا أتمكن بعمل لازم أعمل ذلك العمل. وكل واحد يتمكن، ماكو واحد ما يتمكن، كل واحد يتمكن. نعم مقدار التمكن وكيفية التمكن تختلف، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم على كل إنسان بنعم لا تحصى. فإذا لم يتمكن من خدمة الدين بنعمة يتمكن بنعمة أخرى. إذا واحد مو منطيق لا يتمكن خدمة الدين من خدمة الدين بلسانه، لكن يتمكن بطريقة أخرى من أن يخدم الدين بقلمه. أكو ناس لا يتمكنون من إلقاء الكلام لكن عندهم أقلام، هذه الأقلام راقية جدا. أكو ناس فقراء ليس له مال لكي يساهم لكن إلى إمكانيات أخرى. الآن في عالم اليوم أبسط طريقة أنه النت، عن طريق النت واحد يساهم، بين قوسين من أسرار قوة اليهود. والله سبحانه وتعالى يقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة، لكن يستثني إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني هذه الذلة مستمرة، هذه المسكنة مستمرة إلا إذا آمنوا، هذا التمسك بحبل الله أو حبل من الناس. يروح يتفق ويا أمريكا، يتفق ويا بريطانيا ويا الدول العظمى مثلا، فلذلك يصنع له عزة زائفة وقوة زائفة. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. من أسرار قوتهم أنهم جميعا متكاتفون. اليهود في العالم لا يتعدى عددهم 14 مليون، على أحسن الإحصائيات 20 مليون فقط، 5 ملايين في فلسطين المحتلة والبقية متناثرون في العالم، لكن 20 مليون متكاتفون. كان رئيس الاتحاد السوفيتي السابق خرشتشوف مسافر إلى دولة من الدول أظنها النمسا في أيام عز الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي السابق كان فيه ملايين اليهود، فكان يمنعهم من الهجرة إلى فلسطين. فهذا جاء كزيارة رسمية إلى النمسا يوم ينبق فيها، فوصلت له 20,000 رسالة من اليهود يطلبون منه السماح ليهود الاتحاد السوفيتي للهجرة إلى فلسطين المحتلة. 20,000 رسالة، وعدد يهود النمسا قد كان؟ 20,000 واحد بما فيهم الرضعان الصغار والكبار، الرجال النساء حتى الأطفال الرضع، إذا كلهم كانوا يحسبون 20,000، يعني كل واحد كتب رسالة، وإذا طفل أبوه أو أمه نيابة عنه كتبت رسالة. هذا معناه شنو؟ معناه أنه هناك تكاتف على الباطل، وإحنا عندنا حق وحق نازل من السماء، ومظلومون، يقتل الشيعة في العراق لا كأنما، اسمع بالأخبار خلاص، يظلم الشيعة في البحرين لا كأنما، يوصلنا المشكلة لا كأنما، في كل مكان لا كأنما. وهذا ما يرفع المسؤولية عنا، مو الكلام أنه شيل سلاح ودافع، لا، وإنما الدفاع ليس منحصر بالسلاح، الدفاع بالكلمة، الدفاع بالعمل، الدفاع بمنظمات حقوق الإنسان، الدفاع بالمظاهرات في دول العالم، بالكتابات، بالإعلام، 1,000 طريق وطريق موجود للدفاع. وإلا إذا واحد لم يدافع وهو يستطيع يسجل ضمن الظالمين. من الأدعية للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام هي من أدعية الصحيفة السجادية:
اللهم إني أعوذ بك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. يعني إذا فد مظلوم ظلم وأنا حاضر، إذا ما نصرت يوم القيامة أحشر مع الظالمين لهذا المظلوم. اللهم إني أعوذ بك، ألتجئ إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. معنى ذلك أنه أنت لازم تنصره. أنت يمكن واحد لا يتمكن بطريقة، أما يتمكن بطريقة أخرى، وكل واحد يتمكن، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذن دين الحق لا يخشى عليه، سيفرض نفسه ولو بعد حين. على رغم كل هذه المشاكل، الله سبحانه وتعالى يقيض مؤمنين ويقيض فاسقين أيضا لنصرة هذا الدين. إن الله، الإمام الصادق يقول إن الله ينصر هذا الدين برجال لا خلاق لهم، ناس فسق فجر من أهل النار، لكن الله سبحانه وتعالى يقيضهم لنصرة هذا الدين، كما أن الله سبحانه وتعالى يقيض مؤمنين لنصرة هذا الدين. لكن إذا إحنا ساهمنا، كل واحد من عندنا ساهم، يكون قد أدى التكليف ويكون قد عجل في النتيجة. لأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ظهور قسم، زمان ظهوره، قسم كبير منا مربوط بينا، مربوط بأعمالنا. الإمام المهدي وظيفته من قبل الله سبحانه وتعالى نصر الدين، لكن لماذا غائب؟ لأنه لا يتمكن من نصر الدين وفي هذه الظروف. لماذا لا يتمكن من نصر الدين؟ التمكن الظاهر يسا، احنا ما علينا بالولاية التكوينية اللي عندهم، مو مكلفين بالعمل بها بالطريقة الظاهرية. لماذا لا يتمكن الإمام من إقامة العدل فباقي في غيبته؟ لعدم وجود أنصار. الإمام عندما يريد يظهر لازم يكون له أنصار، إذا ما عنده أنصار لا يتمكن. الرسول في مكة 13 سنة لم يتمكن لعدم وجود الأنصار له، لكن عندما راح في المدينة صار إلى أنصار. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والإمام أمير المؤمنين، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة. لكن في مقتل عثمان تهيأ الأنصار، فلما نهضت بالأمر، نهض بالأمر. لماذا الإمام المهدي لا يظهر؟ ما عنده أنصار. في الحديث أن الإمام عليه الصلاة، في أحاديث عدة، الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف عنده 313 واحد من الأنصار، ذول الحلقة المقربة جدا، اللي في تعبير في بعض الروايات مع الإمام في فسطاطه، هاي الحلقة المقربة جدا 313. ثم بعد ذلك 10,000 واحد هم الحلقة الثانية، ثم بعد ذلك أيضا مجموعة من المؤمنين الحلقة الثالثة. الإمام إذا يريد يحكم العالم يحتاج له في كل مكان والي، يحتاج له قاضي، يحتاج له جنود. هؤلاء الجنود يجب أن يكونوا في قمة من العلم والورع والتقوى. لماذا الإمام لحد الآن ما ظاهر؟ ما موجودين هؤلاء الجنود. فتأخير ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كثير منا يكون السبب في ذلك. وإذا أكو ظلم، إحنا إذا لم نهيئ أنفسنا لنكون من أنصار الإمام، إذا أي مكان من العالم يكون ظلم نحن نكون مساهمين في ذلك الظلم بسبب خذلاننا للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن أعينوني بورع واجتهاد. إذن الحق سينتصر، لكن تقريبة أو تبعيدة بيدنا. إحنا نحاول، إذا واحد وصل إلى تلك الدرجة الراقية من أن يكون من 10,000 واحد، أو الدرجة الأرقى اللي يكون من 313 من أنصار الإمام، لكن العدد ما اكتمل ومات،
الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان اللي وصل إلى تلك الدرجة يرجعه بعد ظهور الإمام في الرجعة. من محض الإيمان محض. ليش؟ لأنه إلى القابلية أن يكون من أنصار الإمام، لكن الظرف ما ساعد باعتبار عدم اكتمال العدد وهو مات. الله سبحانه وتعالى يقول لك القابلية فنرجعك إلى هذه الدنيا لتكون من أنصار الإمام. فلنحاول أن نهذب أنفسنا وأن نتورع وأن نحاول أن نسمي أنفسنا لكي نصل إلى درجة من القابلية نكون مرضيين لله سبحانه وتعالى، ولعله وعسى أن نكون من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا